كابتن ياسر طبعا كابتن محترم جدا، وانا من الناس اللي بحبه جدا وبحترمه. هو مدرب طبعا، يعني ممكن يكون من احسن المدربين ان انا اللي جم في القطاع ومسكوا فرقه 2009. هو الحمد لله عامل معانا نتائج كويسه. بيقول لنا لازم نلعب اداء رجولي، لازم نحس بقيمه الفانله الحمراء عشان في ناس كتيره جدا بيتمنوا بيها. فبيعلمنا حاجات كويسه، وبرده بيفهمنا ان المراكز وكده. كابتن كبير طبعا، اول سنه يمسكنا السنه دي، لعبنا 3 ماتشات خدنا 6 بونت، والحمد لله الاداء كل ماتش بتحسن على الاول. الحمد لله ان شاء الله ناخد البطوله السنه دي. كابتن ياسر كمدرب كبير طبعا، ومسكنا اول سنه ليه السنه دي، ولعبنا 3 ماتشات في الجمهوريه، وان شاء الله ناخد مركز اول وناخد البطوله. بحفزنا دايما على طول وبيقول لنا لعبوا بروح وبقلب، والكره ما تتقطعش منكم بسهوله. كابتن ياسر كويس معانا، يعني بسم الله ما شاء الله، مدرب بيسمعنا وكويس معانا، بيتعامل معانا كويس، الأحق بيلعب، كل لاعب بينافس التاني، يعني استعدنا الأول استعداد كويسة بداية الموسم، لعبت في أماكن كتيرة الحمد لله، فطورت نفسي في كذا مركز الحمد لله مع الكابتن. أهم نصيحة قالها لي إن أنا أهتم بكل تمرينة، أهتم بكل ماتش، أهتم بكل حاجة كأنها أول حاجة عشان نستفاد. الاستمرارية بتيجي يعني ان كل ماتش تاخده كانه اول ماتش. يعني الكابتن الحمد لله يعني عمل معانا شغل في اول السنه، ويعني ده اللي خلانا واقفين على رجلينا دلوقتي، يعني الحمد لله عاملين نتائج كويسه. يعني البدايه كانت عاديه، يعني الاول فيتنس يعني وكده، وبعد كده يعني بنشتغل شغل تقسيمات وكده بس عادي. من احسن المدربين في القطاع ومن احسن المدربين في مصر، بيحفزنا كل ماتش ويقولنا لازم نعمل نتائج كويسه جدا في الدوري، وماشيين كويس الحمد لله. اي نعم، احسن اول ماتش ما كانش احسن حاجه، لكن ماشيين لحد دلوقتي احسن حاجه، وان شاء الله جاي افضل.